Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Muhammad bin Harun Rukmatullah Wahibahid Tis'ah Is'ani Tis'ah Khamsa Sifar. Baik, majmu'atina sanasyrah al-muhimmah alladhi istihdam ala Dr. Yusuf Ismail an sadaqah at-tatawu' fi sunnah an-nabawiyah. Ismi sanasyrah fi al-qutuwat al-awwal wa sani summa Muhammad Fahmi sanasyrah fi al-qutuwat al-salis. Summa Muhammad Azuddin sanasyrah fi al-qutuwat al-qamit summa Muhammad Faiz sanasyrah fi al-qutuwat al-sadis. Walakin fi hadha al-qutuwa sanasyrah fi al-bahas al-awwal faqat li'anna majmu'atina la yakfi 'ala al-waqtu li-istihdam. Al-qutuwatu al-awwal. الموضوع في مجموعتنا هو الصدقة التطوع في سنة النبوية. لماذا نختار هذا الحديث؟ لأن نريد أن نعرف ما فائدة الصدقة على المتصدق، ما الحديث، ما أي الحديث، ثم نريد لماذا الحث على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ثم نريد أن نعرف أي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث على حصل الأجر في الصدقة وغير ذلك. طيب، الخطوة الثانية هو عملية إيجاد الحديث في كتب ستة. مجموعتنا سنبحث الحديث 24 الحديث في كتب ستة، ولكن هذا من إسناد الحديث من 34. الأول هو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم من عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللقاضي مثل ذلك. وهذا فقط مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد إمرأة فهمي بن زنزوكي رقم الطلاب 119137. الآن سأناقش الموضوع اختيار الحديث الصحيح المتعلق بالعنوان. وفي هذا الحديث تخريج الحديث رواه مسلم في صحيحه الجزء 5 الرقم 1631 كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. معاني الحديث أجر الصدقات في الحياة. ثم هناك ثلاث ممارسات مفيدة عند وفاة الإنسان. ثم في الحديث عن عائشة رضي الله عنها في تخريج الحديث ورواه البخاري في صحيح كتاب الزكاة باب أجر الخارم الجزء 2 رقم 1447. معاني الحديث أجر الصدقات في الحياة وثواب السيدة التي تتصدق دون إفساد أموال زوجها. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي محمد إزودين بن محمد شوكي رقم الطلبة 119187. ثم ننتقي في عنوان موضوع المبحث. موضوع المبحث هو المبحث الأول أجر الصدقة في الحياة، المبحث الثاني حث على الصدقة، المبحث الثالث فائدة الصدقة على متصدق، المبحث الثالث الصدقات مع ممتلكات الخاصة مثل حديث في أجر الصدقة في الحياة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم ننتقي في أقوال العلماء في حديث من مبحث أجر الصدقة في الحياة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال ابن كثير: أي نكتب عملهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، في كتاب فتوى الشبكة الإسلامية. ثم الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. قال المسلم: وقال بعض أصحابنا يكره، والصحيح الأول. قال: فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حراما، لأن تحريمه لمعنى أخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم، فهو كالصلاة في الدار المغصوبة. وقال صاحب البيان: قبوله إلى الله تعالى. قال النووي ومقتدي المذهب في نظائرها: الجزم بعدم الثواب كما في الصلاة في الدار المغصوبة، انتهى، في كتاب شرح المذهب. ثم قال النووي: أن الزوج له الحق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على تراخي، فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذانه، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومه، فالجواب أن صومه يمنعه من الاستمتاع في العادة، لأنها يحب الانتهاك الصوم بالإفساد، انتهى، في كتاب شرح مسلم وسببه. هذا فقط. المبحث الأول: أجر الصدقات في الحياة. الصدقة هدية، صدقة كدليل على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تجبر الصدقة إلا إذا ولدت من القلب على الإعطاء على أساس القدرة. إن معنى الصدقة في الإسلام واسع جدا. الصدقة ليست فقط في شكل مادة، بل يمكن أن تتم بالمساعدة وتعليم المعرفة والابتسام والنفقة والذكر وما إلى ذلك. أما الصدقات الجارية فهي تعطي معنى التلفق، لأن الصدقات دائمة ويمكن الاستفادة من فوائدها حتى لو مات المساهم. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال الخطيب الشربيني: لقد فسر العلماء كلمة صدقة جارية في الحديث مذكور على بالمعنى الوقف، كما قال الإمام الرافعي: هذا لأن مكافأة صدقة جارية تستمر في التدفق إلى الشخص الذي يقوم بها، بينما الصدقات الأخرى لا تستمر المكافأة في التدفق مثل صدقة جارية أو الوقف. لذلك يمكن أن نفهم أن الصدقة الجارية هي صدقة تتم حيث تستمر المكافأة في التدفق حتى لو مات الشخص، مثل ممارسة الوقف. وأخيرا، جزاكم الله سبحانه وتعالى، تجعلنا بينهم نحب حياة الآخرة أكثر، وتجعلنا من بين
أولئك الذين هم دائما حريصون على القيم إنفاق وإصدار الصدقات الجارية ويكون سبب مكافأة الصدقة لدينا لا يزال على الرغم من أننا قد مات هذا فقط مني.